شكرا جزيلا مولانا، الله يرحم والديك. شكرا وربي يوفقكم ان شاء الله. شكرا. تفضل اخونا الجبوري، بارك الله بك مولانا الي. تفضل الجبوري. شيخ ممكن عندي سؤال يعني محيرني، صار لي ابحث عليه يمكن تقريبا بالشهر. الان عندنا موضوع، اذا في الموضوع نعم، اذا ما عندنا موضوع خليني يصير شهر ويوم احسن لك. شنو الموضوع هسه حاليا اللي احنا به؟ انت سني لو شيعي؟ لا انا سني. سني. في صحيح البخاري النبي قال لو اعطينا الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعمر قال كنت اتمنى الاماره في ذلك اليوم. جاء الصباح، لمن اعطى الرايه النبي اللي كان الامير؟ انت جاي تقولها هاي روايه، هاي هي انا في هذا الكتاب البخاري، شوف في هذا الكتاب، مو انا اقول، انت تقول لمن اعطى هاي، لمن اعطى يعني روايه، يعني انت جاي تقول لي بها هاي روايه غير؟ لا لا، في البخاري، في البخاري، في البخاري. زين، انت تعتقد ان البخاري معصوم؟ لا. اذا احاديثه مو معصوم. اذا هذه غلط. وانا سدي اتحدث بهاي الطريقه. اذا هذا اللي كتبه صحيح البخاري اخطاوا. اي نعم، اي نعم، المفروض. لحظه مو معصوم. لحظه اخونا، انت مبين انسان مثقف وواعي. الان انا وياك نريد نقترح. اي نعم، نريد نقترح اسم لهذا. شو نسميه؟ هم سموه صحيح البخاري، انا وياك شنو نسميه؟ انا شنو نسميه؟ احنا عندنا الاحاديث الروايات اللي تجي عن طريق البخاري صار لها 1400 سنه، هل من المعقول صار لها 1400 سنه لحد 2023 هل هي حقيقيه؟ مستحيل حقيقية. مستحيل. إذن شو نسميه؟ ما يخالف، اقترح لنا اسم حتى ما الآن هو اسمه صحيح البخاري. شنو تقترح؟ شو نسميه؟ شو نسميه؟ تحريف بالكتب. تحريف البخاري. تحريف بأحاديث البخاري. أدري سمي. شو نسميه؟ نسميه سمي مكوى البخاري حجي. أخونا الجبوري الله يرحم والديك، خلينا نقطة لا. نقطة لا. الآن أنت إنسان لا. مثقف ودلالة عندك لا. عقل، تقول 1400 سنة ما نبقى، وأكيد الأحاديث استهلكت وكذا، فالآن شو نسميه؟ هو صحيح البخاري. نعم. شنو نقترح أنه نسميه؟ شنو نقترح؟ كتب محرفة، حتى مستحيل أن البخاري يطعن بالإمام علي أو يطعن بزوجات النبي، مستحيل شخص مثل البخاري يطعن بآل البيت محرف، حكي مستحيل يقوله كشخص مثل البخاري. يعني المحرف البخاري، خلاص راح نسميه محرف البخاري، بارك الله فيك. نعم. نعم محرف، والبخاري شخص ليس المعصوم. طيب الآن اسأل سؤالك ابو الشهر، خلاص الآن اسأل سؤالك اللي تقول صار لي شهر افتر وان شاء الله هنا خلي نشوف الفرة مالتك تنتهي له لا، يلا اسأل. نعم نعم. أريد أسأل سؤال. أنا شخص سني وعندي ميلان إلى المذهب الشيعي قوي. حياك الله. عندي هداية إلى المذهب الشيعي قوي. سؤالي يقول هل الإمام علي عليه السلام يشفع يوم القيامة للشيعة؟ يوم القيامة هل إمام علي له الرخصة الشفاعة يم رب العالمين للشيعة؟ نعم. هذا الشهر صار لك تسأل ما حد جاوبك؟ اي ماكو جواب علي. جواب نعم. يعني الشفاعة خصت للنبي محمد، خلاص أي دليل غير خصت لمحمد ماكو. أنا جاوبك الجواب نعم، ما في الشفاعة خصت للنبي محمد صلى الله عليه وآله فقط. اصلا انتم عندكم اللي خلى خدمك اصبر، انتم مو عندكم اللي يشيع
جنازة فإنه يشفع لقدر القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، واحد يشيع جنازة تكون تشفع له. يعني شنو القبيلة الفلانية؟ شنو القبيلة الفلانية؟ يعني أنت الآن تشيع جنازة معينة وأنت مؤمن، فأنت بتشيعك لهذه الجنازة الله يثيبك تشفع لآخرين. واحد يشفع لأبيه، واحد يشفع لزوجته. لا عال خل خدمك انت لا تقول لي لا. هذا طيب انت تقول انه الشفاعه موجوده فقط للنبي صح؟ اي خص بها النبي فقط. اي نعم. اذا جبت لك انه الشفاعه للنبي وغير النبي شو تقول؟ يشفع يعني اكو واحد غير نبي يشفع لي يطببني للجنه؟ أيه؟ مستحيل ماكو. اي روايه تقول هيك روايه كاذبه. شلون كاذبه؟ يعني الشفاعه خصت للنبي فقط. تقاري سوره المدثر اخونا العزيز؟ تقاري مطلع على القران تقرا قاري سوره المدثر؟ اي نعم اي نعم اي نعم قاري نعم قاري ومطلع. الشفاعه لحظة قاري مطلع الآن في سورة المدثر في آخر السورة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نكن من المصلين. أتكلم عن الكافرين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافع لو الشافعين. شافعين. ها؟ جاوبني. الشافع لو الشافعين. هاي الآية خص بها النبي فقط. النبي واحد لو مجموعة. للجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد لو مجموعة. أخونا الجبور يقول شافعين مو شافع. لا. شافعين. النبي فقط. أخي النبي مجموعة أم واحد؟ الشافعين جماعة أم واحد؟ حجي في آيات كثيرة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أحسن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. آيات كثيرة في الشفاعة غير رسول الله. شكرا. هاي الآية اللي قلتها أنت خصت بالنبي فقط. أنت انطيتها نصا. لا من شهد بالحق كل من شهد بالحق يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا القرآن يقول لك رضي له قولا. ما عندك دليل. شكرا لك. ما عندك دليل بين أكو أحد يشفع غير النبي. شكرا. يعني إذا جيت تقول لي بالتوراة الله يخليك من القرآن. يلا خطي. القرآن ما قال أحد يشفع غير النبي. لا ما قال. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من هو؟ فقط النبي. من هو الإذن له الرحمن؟ إذن محمد. غير محمد اللي يقول لك يشفع كذاب. طيب بس النبي محمد شهد بالحق. أي نعم بس محمد يشفع بيوم القيامة وفقط. يقول لك لا بس هو الذي شهد بالحق. من المسلمين كذاب. السلام عليكم. سؤال يقول لك بس النبي شهد بالحق بس النبي. حبيبي جاوب بس النبي شهد بالحق فقط. دروح اخونا الله 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 يغفر محمد يشفع كل المسلمين. سؤالي ما بس فقط النبي محمد من شهد بالحق. الايه تقول من شهد بالحق لهم الشفاعه. زين شيخنا اسالك سؤال. لا جاوب على السؤال الله يخليك. هل النبي فقط من شهد بالحق؟ يعني ابو بكر ما شهد بالحق؟ شنو سؤالك؟ من فقط النبي محمد شهد بالحق ام يوجد اخرين من شهد بالحق؟ اقول لك عفوا من ابو بكر عفوا على صفحه. سؤال لا انا سؤالي عن من هل يوجد غير النبي من شهد بالحق او لا؟
هل يوجد غير النبي من شهد بالحق في كل النبي وأمتي؟ فقط النبي شهد بالحق لو في ناس شهدوا بالحق؟ لا بس حج وقت سادة بالمغرب شو؟ أبو بكر كلهم اتفقوا على صفحة، اترك عنك الآن، أريد هل يوجد رجل آخر غير النبي صلى الله عليه وآله شهد بالحق؟ وهل يوجد غيره من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا بس يعني بس النبي شهد بالحق، كل الصحابة ما شهد بالحق. لا بيش شهد بالباطل، لا هذا رجال قافل حافظ. شكرا يا أخونا، شكرا شكرا شكرا. طيب الأخ علي العراقي. أجود سعد عبد النبي المغرب. شكرا جبوري، شكرا جبور. الله وبركاته. أجود السلام عليكم. هذا هذا عليكم يلا شكرا جزيلا اخونا الجبوري، الله يغفر لك، الله معك، الله معك. طيب نعم نعم يصير بالامر الواقع، يقول لك يا ملا يسد الخط عليك. شكرا حبيبي، شكرا، انت سد الخط فدوا اروح لك. شكرا حبيبي، الله يرضى عليك، شكرا. طيب على راسك، حياك الله، سالم راسك، شكرا، ما شاء الله، حياك الله. طيب الان بس مولانا علي العراق انا تقدمك، بس عندنا اتصال مهم من احد الاخوه عبد الحق، اظن شنو اسم الاخ؟ عبد النبي حياك الله، حياك الله، السلام عليكم جميعا، حياك الله، الله. سيدنا شويه ابقى يعني اي تفضل تفضل.